احبائي السلام عليكم ورحمه الله. قناه الاميره بلقيس ترحب بكم. اليوم جبت لكم وصفه ديال الدجيجه بالاعشاب اللي هي البلبوله، كل واحد شنو كيقولها في المنطقه ديالو. المهم حنا في مراكش كيقولوا لها الدجيجه. عندنا لهذا الغرض عندنا جوج كيسان ديال البلبوله موين، ها هي تكون مغليضه ماشي رقيقه موين. عندنا جوج مطيشات، عندنا حبه بصل، عندنا واحد الوريقه ديال الازير، عندنا هنايا شويه ديال زيت العود حسب زيت الزيتون كل واحد شنو بغى يدير. عندنا هنا هاد الاعشاب، عندنا شويه ديال الزعتر، نص معلقه زعتر، عندنا نص معلقه كمون اللي بغى يحبوب، انا عندي هنا غير مطحون، شويه ديال النفع البستاني نديرو معلقه صغيره، عندنا ربع ملعقه ديال الحلبه، عندنا سانوش، عندنا شي شويه ديال الملحه، واحد رويز ديال الثومه كنرميوه هكذا بالقشره ديالو على بركه الله. دابا غادي نجي للكوكوت، غادي ناخذ البصيله غادي نحطها في قلب الكوكوت. عندنا حبه الطماطم غادي نحكها حتى هي، كنحكوها في الحكاكه، جوج حبات الطماطم وحبه ديال البصل كنحكوهم في لاغاب. فوالا تانية، كنجيو كنرميو هاد لو بران ديال الغومارين. هاد الاعشاب كلها كما قلت لكم، هي عندنا نص معلقه نص معلقه ربع معلقه الملح حسب الذوق. هاي غادي نخويها كامله، كمون اللي عنده حبوب يديرو ماشي مشكل. كنديرو شويه زيت العود وفي الاخر حتى هو كنديرو فيها الزيت. غادي ناخذ هاد البلبوله ديالي غادي نغسلها. دابا هي البلبوله ديالنا غسلتها، ها هي غادي نعمر عليها بالماء. هي كتشرب الماء، دونك كنا نديرو تقريبا لو تريبل ديالها. دابا غادي نزيد فيها الماء صراحه. غادي نعاود المقادير. انا درت هنا جوج كيسان اللي عبرتهم ب جوج كيسان اللي عبرتهم بهذا، مي كل واحد كيدير القياس اللي بغا، ربما زلافة ربما سا ديبون. بحال قول درت انا نص ربعة، دونك زلافة ديال البلبولة موين فيها شوية ديال زيت الزيتون، شوية ديال الملحة، شوية ديال الكمون، درت فيها انا النفع البستاني، عريش ديال الغومارين اللي هو ازير، درت فيها زعتره اللي بغى الزعتر سا ديبون زعتر ولا زعتره ماشي مشكل. حكيت فيها درت فيها سانوج، حكيت فيها جوج ماتيشات وحكيت فيها واحد البصيله. دابا غادي نسد عليها اللي بغى يطيبها في طنجره عاديه، كيخليها واحد ساعه حتى كطيب. ودرت عفوا درت واحد رويس ديال الثوم اللي بغى يدير جوج ماشي مشكل. انا دابا غادي من الاحسن غادي نسد عليها، هيا غادي نسد عليها انا بالكوكوت. هوب غادي نسد عليها، غادي ندير ليها نص ساعه، ولكن منين كطيب ما غاديش نجيو نحل على الكوكوت، كنخليها حتى تبرد، كنخليوها حتى تبرد تماما.
كتبغي الطياب صراحه، كتبغي الطياب. انا غادي نحط هاد الطيب ونتواصلوا من بعد. كوكوت ديالنا هيا وصل الوقيته ديالها، غادي نفتح عليها نشوفها كي جات. فوالا نشوف ما شاء الله ريحتها زوينه مع داك الاعشاب، تري بون. انا غادي نصبها في الزلايف ونوريكم. دابا انا غادي نصبهم، انا كيعجبني ناكل لا سوب هادو في هاد لي زاسيات كروز، هاد لي طبيصلات الغارقين. اللي بغى يصبها في السلافه هذاك الشيء شغل كل واحد. هيا واحد الرائحه ديالها مزيانه بزاف. في الاخير اللي عنده الزعتر مطحون ماشي مشكل يزيد في الاخير، سا ديبون دي غو كيفاش غادي كيحتاج. فوالا ديسي شويه هنايا، راها صحيه هاد البلبوله من الحاجات اللي كتكثر المناعه، كتكثر المناعه في الجسم اكثر شيء. انا زدت فيها شويه ديال الزيت الزيتون. هي دي هاد كما قلت لكم، هاد البلبوله هادي ديال الشعير من الحاجات اللي فيها كتكثر المناعه ضد جميع الامراض، كتقوي المناعه. يعني مزيانه راه في هادي في خاطر الامازيغ ديال شمال افريقيا، راه كلشي كيديروها وكيبغيوها. انا صراحه كيبغيوها كيفطروا بيها الناس د مراكش، كيسميوها الحريره البيضاء، كيفطروا بها في الصباح. انا كنبغيها كنتعشى بها، حنا في الدار كنديروها في العشاء، وسورتو سورتو ايام البرد راها كالوريك وكدير الطاقه للجسم وكدير المناعه، كدير المناعه. من الفوائد ديالها انها كتقوي المناعه ديال الجسم ضد الامراض. نيزيتي با، كنتمنىكم تجربوها وتذوقوها، اللي كيعرف ليها مزيان واللي ما كيديرهاش من الاحسن يديرها، سورتو سورتو مع هاد الاعشاب هادي راها بنينه بزاف. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده وراحه البال. قناه الاميره بلقيس تشكركم وكنتمنى الدعم ديالكم. اشتركوا معنا في القناه ودعمونا بلايك ودعمونا بالاشتراك، اللي جديد في القناه يدير ابوني. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا تعجبكم الوصفه هذه والوصفات كلها اللي كنحط لكم. الى اللقاء، وكنتمنى لكم اكثر شيء هي الصحه والعافيه وراحه البال. مع السلامه. الجيشة كيف كنسميوها في مراكش، او بلبوله الشعير كيف كيسميوها عامه الناس، بصراحه هي مصدر طاقي ممتاز. سيتان ديتوكس للناس اللي باغيين ينقيو الجسم ديالهم من السموم، بما فيها من بروتينات نباتيه ماشي حيوانيه، بمعنى خاليه من الدهون، بمعنى خاليه من الكوليسترول. كتوفر كذلك على املاح معدنيه كبيره، منها مغنيسيوم، النحاس، البوتاسيوم، المنغنيز، واللائحه طويله. ثم عده فيتامينات، اهمها كنقول اهمها فيتامين بي اللي كيعطي الصحه والبريق للشعر، والاكثر من هذا كيحمي الخلايا الدماغيه من التلف، بمعنى التركيز الجيد، بمعنى الصحه الجيده، ويقيها من خطر الزهايمر. المهم نختصر هذا الكلام، فعليكم ان شاء الله بالحساء جوج مرات او ثلاثه في الاسبوع اكثر شيء، مع هذه الطريقه الصحيه اللي حطيت لكم في الفيديو، اللي ممزوجه بهذه الحبوب النافعه للجسم البشري. صراحه راهي لا فطرنا بها وفطرتي بها الاطفال ديالك في الصباح، والله ما يفكروا لا في بسكوي لا مصاصة لا شوكولا، الجسم ديالهم كيبقى كياخذ الكميه ديالو من الشبع، ما محتاج للسكريات ابدا باش يعوض الجوع ديالو. لهذا عليكم
الحساء كاين اللي كيفضلها باللي ما بغاش يديرها في الصباح يديرها بالليل كعشاء في ايام البرد، كنرافقوا معها التمر باش كتزيد كتعطينا طاقه وسخونه للجسم. هي راه بالنسبه للناس اللي كيمارسوا الرياضه و كيضيعوا طاقه، دونك كتوفر لهم الطاقه، كتربي لي ميسكل. يعني غير كما كنقول دائما خص الاستمراريه في الشيء، دونك راه ماشي غادي تاكلها مره وتقول راني صحيح. دونك الناس اللي كيفطروا بها راه ما شاء الله، الناس ديالنا في سوس والنواحي كيفطروا بها، وفي مراكش منطقه الحوز راه ما شاء الله كيكون السيد ولا السيده كبير في لاج وباقي بصحه جيده، باقي كيتحرك، باقي يعني راه من هاد المكونات، هاد المكونات اللي طبيعيه وعندنا في الطبيعه وربي خلقها لنا بسيطه ورخيصه في متناول اي شريحه، الفقير والغني باش كي يكونوا متساميين في الحاجيات ديال الجسم. ان شاء الله تكون هذا الفيديو مزيانه وتعجبكم، ونتمنى لكم الصحه والعافيه للجميع. اما هي راه ضروري كل واحد فيه شي حاجه. المهم نتمنى لكم الصحه وشكرا لكم.